ازاي اليوم اجا تحديد جديد في بعض البيوت فوق هاغلي؟ اليوم راح افرجيكم التحديد الجديد، شوفوا شخصية حلوة دي تبع الاغنياء. شوفوا الأشكال دي هنا، ودي طبيعية الشكل المربع، وده كمان واو اوب اوب ويمكنكم تلبسوا أشياء بدون كود. اكتب هنا تكتب رواق، تشوفوا رواق، شوفوا هذا بدون أكواد، هيا رواق، هذا هو رواق، شوفوا رواق. المغرب، شوفوا الآن المغرب، بعض الأحيان يكون خطأ هي المغرب، شوفوا هذا الوجه، السلام عليكم، أنا البيضة. أنا أصل مغربي ولا أظن ألبس لباس المغرب.
كده بتكون يكون شكلكم كالكورة هيك. خلي الأسود هيك هيك تيجي خرافية مع اللبس. وإذا بدكم اسم اللبس اللي بتحبوه البنطلون والبلوز. هاي المغرب هختار ده. شوف التون كده المغرب. شوف ده ده طبعا المنتخب. شوف ده مناسبه ولا ايش؟ ازاي لا وده هو تبع حبيبي الشوري. مبديش منتخب بيدي لبس ده تبع بونو. انه هو عشان يبين اني مغربي زي هيك. غير ملامح يشوف حملة المتابعة تبعكم. كانت حملة لايك واشتراك. لكم اشتركوا اشتركوا اشتركوا. قالت لكم اشترك تراني اشوف اشوفكم انكم ما تشتركوا. انا اشتركوا انا اشوفكم. اجيب الزيارة. واحد ماسك سلاح بالفعل ما لنا دخل. يلا لا تسلق اللايك. يلا تشاو باي. قلت لكم تشاو.